السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا دلوقتي عن المعرض. معرض الكتاب إن شاء الله هيكون يوم 22 لغاية يوم 4/2، ويوم 22 يناير في عرض المعارض الجديدة اللي هي عند محور المشير، وأنا كتبي هتبقى موجودة إن شاء الله في صالة 2 أو قاعة 2 في A30. وهي طبعا في أول كتاب كان صدر لي فضل الأم عيسى عليه السلام، وبعديه صدر لي على طول اللي هو كلمة محرفة وفاكهة محرمة، وده كتاب ديني، وفضل الأم برضو ده كتاب ديني. وبعدين صدر لي يوميات زيكا المزيكا حمار جحا الصيصاني، وده من الأدب اللامعقول، وده ضحكه يعني، وعن التعليم للأسف يعني، فده بس بأسلوب ساخر، ده برضو فده كتاب بس مش ديني يعني. وبعدين صدر لي كتاب البلاء من المحنة من المحنة إلى المنحة، وده برضو. وبعدين صدر لي اللي هو ده اللي هو السيدة نفيسة، أم السيدة نفيسة السيدة نفيسة اللي هو قال الراوي، ودي قصة السيدة نفيسة رضي الله عنها. السيدة نفيسة اللي هو جامعها، الجامع اللي هو جامع السيدة نفيسة في زينهم. وبعد كده وطبعا داروين قلنا لكم، وفي 3 كتب أطفال اللي هو عيد ميلاد زيكا المزيكا وأيام مع جحا وكده. وبعدين آخر كتاب اللي هو صدر لي منذ يعني أسابيع قليلة اللي هو قصة نوح عليه السلام، أكذوبة العم سام. وعاوز أتكلم في موضوع أكذوبة العم سام. أكذوبة العم سام أنا لقيته في صديقة من الفاضلات مشيرة إن قصة يأجوج ومأجوج، واللي هي اتذكرت في سورة الكهف، وإن يأجوج ومأجوج دول من سلالة يافس، ويافس اللي هو تبع ابن سيدنا نوح، وكاتبة يافس ابن سيدنا نوح. طبعا أنا كاتب أكذوبة العم سام، أنا أقصد أكذوبة العم سام والعم حام والعم يافس، لأن سيدنا نوح من بعد الطوفان ملوش ولاد. وأنا بثبت بالآيات، أنا ماليش دعوة بكتب التفاسير، كتب التفاسير كلها نقلة من الكتاب المقدس للأسف. وأنا حتى في الكتاب، رغم أن الكتاب 400 ورقة، الكتاب ده 400 ورقة منهم حوالي 120 ورقة عبارة عن 14 تفسير مختلفين في عصور مختلفة، كلهم بقول لك نقلين من الكتاب المقدس، وأولهم ابن كثير. ابن كثير واخد من الكتاب المقدس، فدي نقطة، لكن مش واخد من الآيات يعني. ما هم كلهم بياخدوا القصة في كل آية يعني. نوح في سورة هود يفسرها لوحديها، نوح في سورة مثلا صاد يفسرها لوحديها، نوح في سورة نوح نازل في 30 سورة في 156 آية، فهو واخد نوح في سورة نوح نفسها اللي في الجزء 30 برضه يفسرها لوحديها، وهكذا. لكن أنا لا، أنا مجمع كل الآيات الخاصة بسيدنا نوح وكلهم بتفسيرهم بكلهم، ومجمعهم عشان أعملهم منهم قصة. فلقيت الكلام اللي بيتقال في التفاسير مش هو، لان لقيته اللي موجود في سورة نوح غير اللي موجود في سورة التفسير بتاع سورة نوح، غير التفسير بتاع سورة هود، غير التفسير بتوع سورة مثلا آل عمران، ولا مثلا سورة المائدة، ولا الأعراف، ولا سورة صاد، ولا سورة يعني المهم الصور اللي هي ندلة فيها، أنا مش متذكرة طبعا الصور إيه وإيه، لكن المهم إن تلاقي المفسر اختلف في تفسيره حسبا للصورة، حسبا لإيه؟ للصورة، فتلاقي العملية مش راكبة على بعض. والمفروض في تفسير القرآن الكريم إن أي تفسير لآية لازم يطابق نفس التفسير لكل الآيات اللي شغال أو اللي بتتكلم عن نفس الموضوع في كل المصحف، لازم يبقى التفسير واحد. لازم يبقى التفسير ايه واحد، ما اقدرش اقول هنا كذا وارجع في آية تانية اقول هنا كذا او في سورة هنا كذا، فاختلف التفسير لكن القرآن عمره ما يختلف. وده حبيت اقول لكم، وان شاء الله من يوم 22 انا في قاعة قلنا في صالة 2 30 الف 30 ايه 30 ايه اللي بطلبه من اخواننا
اللي كانوا كسبوا معايا في رمضان اللي فات على أساس نسخ مجانية من بعض الكتب، واتصلت بيهم عن طريق الماسنجر ولغاية دلوقتي ما خدوش الكتاب. فأي واحد هيجي في فترة المعرض ياخد كتابه يبعت لي قبلها بيوم عشان أقابله، لأن أنا ممكن ما أروحش كل يوم، عشان أقابله وأكون جايب له النسخة بتاعته. كل من كلمته على الماسنجر أو كتبت له على الماسنجر أو على الواتس ووعدته بكتاب معين من الفايزين، طبعا تقريبا هم 30 نفر ولا حاجة كده، فوعدته من محافظات مختلفة، فوعدته بكتاب معين، فهو يكتب لي بس على الماسنجر أو على الواتس خلال الفترة دي قبل ما يجي أو اليوم اللي هيجي فيه، عشان إيه أنا أكون إيه أنا أكون موجود إن شاء الله. ولو جيتوا كلكم حتى لو كل ال15 يوم فما فيش مشكلة عليا، المهم النسخة تروح لكم، لأن اللي مش هياخد نسخته وإحنا في المعرض مش هياخدها بعد كده، لأن مش هبعتها له. هبعتها له إزاي؟ فدي نقطة. الفكرة إن إيه، أنا السنة اللي فاتت كنت ببعت بواحد مسافر الشرقية بديله يوصل لفلان ولا فلان، بس بكون عارفه وانا بكون عارف اللي موصل. واحد مسافر مثلا العريش بقول له كذا، واحد مسافر اسوان بقول له كذا، وتلك واحد مسافر بورسعيد. لكن انا في الوضع اللي انا فيه اللي يجي القاهرة يكلمني، مش عاوز يروح المعرض يكلمني وانا قابله، ما فيش مشكلة. فايه يكلم يكتب لي على الماسنجر، فانا هبعت له رقم تليفوني ويكلمني وقابله وادي له الكتاب. بس دي النقطة. أما اللي طلع له كتاب داروين، فأرجو إنه كتاب داروين مش هوزع منه، فهو لأنه موجود أساسا على النت على جوجل في موقعين مجاني، فهو ينزله الموقع المجاني ويقرأ زي ما عايزه. فدي حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل معرض وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.